الاستعداد لفعاليات كرة القدم الخماسية تعودنا في السنوات السابقة أن يكون هناك تكليف من قبل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأن تتولى كلية التربية الرياضية الافتتاح والختام لهذه الخماسيات اللي بيشارك في هذه الخماسيات أكثر من 25 جامعة وفرق مصرية بالإضافة لبعض الدول العربية إن شاء الله. كلية التربية الرياضية معنية بتنظيم الافتتاح والختام من خلال طلابها ومن خلال أساتذتها ومن خلال إمكاناتها كلها. إن شاء الله الافتتاح يكون على قدر المسؤولية وستشارك فيها كلية التربية الرياضية بعروض رياضية، عرض للطالبات وعرض للطلبة وعرض للفنون الشعبية وعرض لتقريبا يمكن فرقة الأقصر الدولية ستشارك في هذا الافتتاح. التنظيم بالنسبة للطلاب بيكون على قدر المسؤولية، كل أعضاء التدريس بصراحة مشاركون في هذا التنظيم، كل زميل من الزملاء له عمل خاص يقوم به. الأولاد زي ما أنتم شايفين في الصالة في نواحي تنظيمية على أعلى مستوى، وطلابنا برضو عندهم الوعي وعندهم الإدراك لأهمية هذا الحدث الكبير اللي بتشهده جامعة جنوب الوادي في فعاليات كرة القدم الخماسية، تقريبا يمكن الدورة رقم 17 اللي احنا بنشارك فيها. والحمد لله رب العالمين ان هذا هذه المشاركة بتلقى قبول جميع الناس الحاضرين والضيوف والجامعات. احنا عندنا 3 عروض، عرض للطلبة وعرض للطالبات، بس في الغالب دائما احنا لا نفصح عن هذه العروض لانها بتكون مفاجأة للحاضرين والمشاهدين والضيوف، حتى طبعا لا نفقد قيمة العمل، لانه كل مكان العمل فيه مفاجأة وفيه إبهار للحاضرين تبيكون طبعا على أعلى مستوى، وحتى يحظى باستمتاع الحاضرين بهذا اللقاء الكبير.